جماعة كاين واحد الموضوع بغينا نهضر فيه. الموضوع هذا ممكن يعجبكم، اقتراح بركة. زيارة المريض راهي واجبة ليطمئن وليريح ويطمن عليه ويتونس بنا. جماعة كي تروحوا للسبيطار ولا تروحوا لكاش مريض، الأغلبية منا يروح يشري كيلو تينا ولا ومعاه تفاح معاه بانان ويشري ياورت يديها معاه. جماعة كن بالميز ما تديلاش داك الياورت وتديله داك التينا وداك كله، تديله مبلغ من المال، مثلا تديله 50000، تديله 50000، والاخر يديله 50000، والاخر يديله 50000، والاخر يديله 50000، يزوره بالميز 10، 10 ضربها في 50 عنده 500. كي يخرج هذاك المريض الدراهم هذوك ممكن يشري بهم دواء، بصح حتى تديله التينا والاخر يديله التينا والاخر يديله التينا والاخر يديله التينا، شي يدير بها؟ ممكن يرميها كاع، هنا ما استفاد والو. ممكن هذاك الانسان، كاين الناس اللي تمرض من الفقر يا جماعه، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما عندوش طلع له لاطونسيون طلع له نيمار ليستوما اكسيتيرا، بصح انت كي تروح ما نقولوش عطي له 50000 وما نقولوش عطي له 100000 وما نقولوش عطي له 20000، ما نقولوش عطي له 20000، المهم عطي له مبلغ من المال كل واحد وباستطاعته. الا عطيتو 20000 يا جماعه والاخر يعطي 20000 والاخر يعطي 20000، راه يستفاد منها، بصح كنت تدي له بالميزه تاع هذيك 20000 تشري له كيلو التشيلي وتديرو، ما غادي يستفاد منها. انا هذا الموضوع قلته قلتها للناس كبار، ناس كبار راهم دايما وين ما يروحوا يدوا معاهم حاجه هكا في يديهم، عطوها له دراهم ممكن يشريها دواء ممكن يعين بها عائلته، باسكو كي راه في السبيطار شنو هو خدام عليه؟ ما يسحقش هو غير تشينا، ما يسحقش هو غير الفرماج، ما يسحقش غير الياير، يسحق حاجه واحده اخرى في الدار، الغاز. كاين اللي مسكين عنده قرعه غاز يسحق، بالك تدي له 20000، كاين اللي يقول لك 20000 انا نعطيها له شي يدير بها، لا يدير بها، اللي ما عندوش مسكين يدير بها. وما تقولوش هذا عنده هذا عنده، المظاهر ما يخدعوكمش المظاهر، الناس في الوقت راها كاع ما عندهاش. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره، الله يشافي كل مريض، والله يفتح على كل محتاج، وان شاء الله بربي كل فقير ربي يغنيه، ونطلب من ربي ان شاء الله دعائنا يكون مستجاب، وحتى دعائكم لينا يكون مستجاب. سلام.